والدتي نذرت نذرا بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لمدة 7 أيام بلياليهن، فهل يجوز لها أن تفي بهذا النذر ولكن في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وماذا عليها أن تفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن المسجد النبوي الشريف له فضل، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها للصلاة فيها والعبادة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فمن نذر أن يسافر للمسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتعبد فيه فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به. والسائل أو السائلة تقول إنها نذرت أن تصلي في المسجد النبوي، فهل لها أن تعدل عن ذلك وتصلي في المسجد الحرام؟ الذي ينبغي أن تمضي على نذرها وأن تصلي في المسجد النبوي عدد الأيام التي نذرتها وفاء بما نذرت. وأما الاعتياض عن ذلك بأن توفي بهذه الأيام في المسجد الحرام فلا أرى مانعا من ذلك، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. وإذا عين مسجدا من هذه المساجد الثلاثة في بنذر ثم أداه بما هو أفضل منه فلا مانع من ذلك، بدليل حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال له: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالمسجد الحرام بدلا من المسجد الأقصى، لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى. فعلى هذا الذي نذر أن يصلي في المسجد النبوي له أن يصلي بالمسجد الحرام لأنه أفضل من المسجد النبوي. الله تعالى أعلم. لكن عن قولها 7 أيام بلياليهن، هل معنى هذا أنها تصلي الاعتكاف؟ الصلاة معناها فقط؟ نعم، هذا معناها الاعتكاف 7 أيام بلياليهن، تقول الصلاة لمدة 7 أيام بلياليهن. نعم، إن كان قصدها الصلوات هي الصلوات الخمس. نعم، وإن كان قصدها أن تبقى في المسجد النبوي 7 أيام بلياليهن تصلي فهذا معناه الاعتكاف، فإذا تمكنت من هذا فإنه يجب عليها. نعم.